بدأت مسيرتي ابتداء من اختبار مقياس موهبة في الصف الثالث الابتدائي الذي أهلني لبرنامج ستيم في الصف الرابع الابتدائي في الرياضيات والعلوم والحاسب الآلي، وكان كل يوم سبت بشكل متكرر إلى نهاية العام الدراسي كامل كل يوم سبت. فولله الحمد استمريت في البرنامج وتطورت جدا في الرياضيات. كان في البداية عندي بس حب لمادة الرياضيات، لكن ما تطور هذا الحب لا بفضل الله أولا، ثم بفضل موهبة ومدارس منارات الرياضي اللي أنا أدرس فيها. أيضا في الصف الخامس ابتدائي حصلت على المركز الثاني على مستوى المملكة في ستيم. في الصف الخامس الابتدائي التحقت بمدارس منارات الرياض وتعرفت على مزيد من المسابقات حقت موهبة، منها مسابقة الكنغارو للرياضيات، وهذه مسابقة سنوية مكونة من 96 سؤال لبعض الصفوف و120 لبعض الصفوف. حصلت فيها الحمد لله على 5 ميداليات ذهبية إلى الآن. أما بالنسبة للصف السادس الابتدائي اللي بدأت فيه مسيرتي في الأولمبيادات الدولية، كانت ابتداء بمسابقة موهوب. مسابقة موهوب هذه مسابقة سنوية تقيمها موهبة عشان تكتشف الطلاب الموهوبين في التخصصات العلمية اللي هي الرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء والمعلوماتية أو البرمجة والحاسب الآلي. فالمسابقة هذه تقام مجانية، المسابقة وتقام بشكل كل الأعوام عشان بس موهبة تكتشف الطلاب هذولي وتدربهم تدريب مكثف في عدة ملتقيات حضورية ومن في خارج أوقات الدراسة، إلى أن يصير الطالب عند الكفاءة أنه يحل مسائل في مبالغة في الصعوبة في الأولمبيادات الدولية. تكون مسائل جديدة يمكن ما تكون مرت عليه الفكرة من قبل. بدأت مسيرتي في الأولمبيادات صف السادس ابتدائي، دخلت تخصص الرياضيات، حصلت على الميدالية البرونزية في مسابقة موهوب على مستوى المملكة ولله الحمد. ثم بعدها بدأت في الدورات الأساسية وأنجزت فيها الحمد لله. من ثم بدأ ملتقى الشتاء 2019 في الجبيل، لله الحمد حصلت الميدالية الذهبية. ثم استمرت الملتقيات واحد تلو الآخر إلى أن وصلت لله الحمد إلى جامعة الملك عبد الله هنا في بداية عام 2020، وتدربت لمدة من سادس ابتدائي وإلى الآن في الصف الثالث متوسط، وأنا أتدرب ما يقارب ثلث السنة تقريبا كلها تدريب. تدربت ما يفوق 3000 ساعة لله الحمد. وشاركت ومثلت المملكة في الأولمبيادين على مستوى خارج المملكة على مستوى العالم، أولهم أولمبياد البلقان للناشئين في عام 2021 ولله الحمد حصلت على ميدالية برونزية، في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات عام 2022 حصلت على شهادة شكر وتقدير، بإذن الله بعد أسبوعين في أولمبياد البلقان للناشئين 2022 نفس الأولمبياد اللي شاركت فيه العام الماضي ولكن الأولمبياد لهذه السنة. فبإذن الله أطمح أني أحصل على الميدالية الذهبية، وبإذن الله الشيء هذا مو صعب، وأرفع علم المملكة عاليا بين أعلام جميع الدول في المحافل الدولية. أولا الشكر والحمد لله تعالى على أنها أعطاني هذه النعمة اللي هي نعمة التفوق في الرياضيات، وأيضا أشكر والدي اللي هم ساعدوني منذ الصغر إلى الآن، وهم دائما يدعموني ويحفزوني نفسيا، ودائما هم كل ما تجي أي مسابقة يقولون لازم تشارك فيها وأشياء كثيرة جدا ما أقدر أحصيها صراحة في هذا اللقاء. فلهم الشكر والفضل بعد الله تعالى. وأيضا أشكر مدرسي في مدارس عبد الله خياط ابتدائية في الرياض، محمد الصلحاني، هو اللي كتب ورقة مكتوب فيها موهبة، قال أعطها لوالدك الصف الثالث الابتدائي عشان يقول لوالدي عن اختبار مقياس موهبة عشان نختبر فيه، لنلاحظ أن مستواي الحمد لله مرتفع ومختلف عن باقي الطلاب في الفصل. ولله الحمد كان اختبار مقياس موهبة هذا كان بدايتي في النجاحات اللي حققتها ولله الحمد. وايضا اقدم الشكر للمدارس المدارس منارات الرياض اللي هي دعمتني بشكل كبير في
في تدريبي، ودائما كل ما تجي مسابقة جديدة يقولون لجميع الطلاب انهم يشاركون عشان هذه المسابقات تعود عليهم بالنفع والفائدة. وايضا ما ننسى مؤسسة موهبة، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والابداع، هي ما قصرت ابدا في الدرجة، حتى ان المدربين اللي يدربونا في الملتقيات هذه كلهم مدربين اجانب، وموهبة ابدا ما تقصر في التدريب. ومن عام 2010 في عام 2010 وهم يدربون طلاب تدريب مكثف عشان فقط يرفعون علم المملكة.